الحقيقة النهاردة زي النهاردة 5 يوليو بقى في عام 2020 ده كان ذكرى وفاة الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي. رجاء الجداوي هي ممثلة مصرية مثلت وكانت كمان عارضة أزياء. الحقيقة إن هي كانت بتعد من أبرز الفنانات العربيات في هذا الوقت. الحقيقة مسيرتها الفنية كانت من خلال فيلم غريبة عام 1958، استمرت لسنوات في العمل الفني حوالي 62 عام. الحقيقة إن هي كمان اسمها الحقيقي هو نجاة علي حسين الجداوي من مواليد مدينة الإسماعيلية. خالتها هي الفنانة الشهيرة الراحلة تحية كاريوكا. ولدت رجاء الجداوي في أسرة عربية ميسورة الحال بتعود أصولها إلى يعني ينبع في غرب الجزيرة العربية. في عمر 3 سنوات انتقلت إلى القاهرة وعاشت مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا. في الفترة دي بدأت تتعلم اللغات، دخلت مدرسة الفرنسيسكان، اتعلمت فيها بعض اللغات زي الفرنسية والإيطالية والإنجليزية. في سن مبكر بدأت الحقيقة عملها، يعني هي كانت شخصية نشيطة جدا وحابة ان هي تدخل المجال المهني والعملي في سن مبكر. عملت في قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية. بالنسبة لحياتها الأسرية الحقيقة ان هي كانت يعني شخصية لطيفة جدا وكانت محبوبة من كل يعني المحيطين بها من أهلها ومن أصحابها ومن أقاربها، وكمان تزوجت من شخصية معروفة من حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق كابتن حسن مختار، وده كان في 22 نوفمبر عام 1970. أنجبت منه بنتها الوحيدة أميرة، وكمان استمر هذا الزواج حوالي 45 سنة حتى يوم وفاة كابتن مختار عام 2016. مسيرتها المهنية بقى حافلة الحقيقة بكتير من الأعمال، يعني مهما الحقيقة اتكلمنا قلنا مش هنقدر نذكر كل أعمالها، ولكن خلينا أقول لحضرتكم كده مختصر سريع لمسيرتها الفنية. حصلت على وشاح سمراء القاهرة في كرنفال بحديقة الأندلس الذي حصلت من خلاله لاحقا على جائزة ملكة جمال حوض البحر المتوسط. كمان فازت بلقب ملكة جمال القطن المصري عام 1958، حازت على جائزة ملكة جمال القطن المصري في مسابقة ثقافية باعتبارها أشهر منتجات مصر في هذا التوقيت اللي كان بيتم تصديرها في الخمسينيات من القرن العشرين. فازت كمان باللقب بعد نجاحها في الإجابة على سؤال حول أنواع القطن المختلفة والفرق بينها. بعد كده عملت كعارضة أزياء وخاضت من هذا المجال، دخلت بقى مجال التمثيل وبدأ يكون ليها أعمال كتيرة. من أشهر أعمالها الفنية السينمائية فيلم دعاء الكروان. مثلت كمان فترة الستينيات والثمانينيات وكان ليها مسرحيات شهيرة جدا مع الفنان القدير عادل إمام مثل الواد سيد الشغال والزعيم. وخاضت كمان تجربة التقديم التلفزيوني من خلال برنامج تحت عنوان اسألوا رجاء مع الإعلامي القدير أستاذ عمرو أديب. الحقيقة أنه في 24 مايو عام 2020 أعلن عن إصابتها بفيروس كورونا، وده أثناء تصوير الحلقات الأخيرة من مسلسل لعبة النسيان. بعد كده الحقيقة إن هي قعدت فترة طويلة يعني تتلقى العلاج في المستشفى حوالي 45 يوم، وخلال الأيام الأخيرة تدهورت الحالة الصحية للفنانة. توفت في صباح يوم الأحد الموافق 5 يوليو 2020 عن عمر يناهز 85 عاما. الحقيقة إن احنا بنفتخر إن احنا يعني السينما المصرية والفن المصري بشكل عام بيضم نخبة كبيرة جدا من الفنانين اللي كان ليهم باع كبير في العمل السينمائي والدرامي والمسرحي، ومنهم طبعا الفنانة الراحلة القديرة رجاء الجداوي اللي كلنا حقيقة انتبنا حزن شديد جدا فور علمنا بخبر وفاتها. بنتمنى لها الرحمة والمغفرة، وبنتمنى ان دايما تظل مسيرتها الحسنة نتكلم عنها كده، ونحاول ان احنا بقدر المستطاع نتكلم ونذكرها بكل المحاسن وبكل شيء طبعا قدمته للفن المصري.